من مين بتعتذر اليوم لاجل القصه؟ من مين بعتذر؟ ايه هلا اليوم سائق بعيد ميلاد مرتي ديانا. تركت توجيه اذا بدي اعتذر بعتذر تركت توجيه كرمالك مش لك كمان شو طاري. فيمكن يمكن تتحملني بكثير اوقات صعبه بشغلي بسفري ببعض الهفوات هيك اللي بتنعمل عادي. فعندي الجرأة اقول انه بعتذر. لا هيدا غير موضوع. صار لك ساعة تحركي شو بدك تقول؟ ما بحركش والله العظيم مبسوط فيك. طب غادينا شيء بعتذر يلا لزيادة. لا مش رح الا بعتذر بقول ليش ما هلا اعتذرت منها لا لانه هيدا غير موضوع هيدي الاغنية. اوكي ايه مزبوط كورتسي. بالدنيا مش تارك مرة إلا بحب مدمرة بس أنتي مش أي مرة كلمة كلمتك وبالحب عيونك ما احترفة وما تظن عشقتك بالصدفة تتجيبي قلبي بالأرض نظرة بتكفي وبتوفي